صبح على حضراتكم ويوم جديد من برنامجنا النهارده، وطول الوقت بنتكلم مع حضراتكم عن ما يتم على ارض الواقع من مشاريع وافتتاحات بتعكس حاجه مهمه جدا، بتعكس شكل الحياه اللي فعلا اتغير بنسبه كبيره في بلدنا، بتعكس الاراده السياسيه القويه للتغيير الحقيقي على ارض الواقع. امبارح تابعنا جميعا انتهاء الاعمال الخرسانيه بالبرج الايقوني بمنطقه الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديد. برج زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة على ارتفاع 400 متر وهو الأعلى في أفريقيا. البرج ده هيكون شاهد على يعني حضارة وشغل كتير جدا اتبنى في السبع سنين اللي فاتوا. العاصمة الإدارية الجديدة اللي أول ما ابتدينا فيها كان البعض بيشكك وبيقول عليها مشروع الفنكوش، النهاردة شايفين مشروع مدينة ذكية عملاقة تضاهي المدن الذكية على مستوى العالم. مين كان يصدق أو مين كان يتخيل أن التغيير ده يحصل في مصر في هذه الفترة القصيرة للغاية من عمر الدول؟ طبعا حالة التطور أو اللي بيحصل عشان يتم تطور في دولة أو تطوير في دولة أو بناء وتشييد ده طبعا بيستغرق سنين كتيرة جدا، لكن ده حدث في وقت قصير للغاية. حالة الإبهار اللي كنت بتشوفها في العواصم الكبرى دلوقتي الحمد لله بقت موجودة في مصر، لأن البرج العملاق ده موجود في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة واللي هيتم تنفيذها، ودي هتكون لأول مرة يتم تنفيذها في مصر. الحقيقة إنه ده ما جاش بالسهل، شاذلي جه بتخطيط وبإرادة يعني مصرة وقوية وقادرة على التغيير، ويعني زي ما احنا بنشوف مع حضراتكم وبنتابع العاصمة الإدارية العالم كله بقى بيتابع أخبارها. خطة واحدة من أهم المشروعات ومناطق الأعمال على مستوى العالم بتضم حوالي 20 برج، ده غير البرج الأيقوني اللي كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عنه، الاستثمارات حوالي 3 مليارات دولار. مصر النهارده الحقيقة نقدر نقول إنه هي اتغيرت بنسبة كبيرة عن قبل كده، كل يوم هتلاقي نتاج للشغل وللتعب وللمجهود وللإيمان كمان بالأفكار الجديدة وبالإيمان بإنه بمجهودنا وبتعبنا طول الأيام هنشوف إن شاء الله بكرة أحلى. بكل تأكيد يا دير زي ما أنتي بتقولي فعلا كل يوم مصر بتتغير والحمد لله بتتغير للأحسن، كل يوم هتلاقي فيه تطور، كل يوم هتلاقي فيه بناء جديد. من بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله مصر هتبدأ تنفيذ عدد من الأبراج المهمة في مدينة العالمين الجديدة بالتعاون برضو مع نفس الشركة اللي شغالة في البرج الأيقوني، وهي الشركة طبعا الصينية سيسك أو CSCEC. طبعا يا شاذلي، والحقيقه انه ده مش حاصل بس في العاصمه الاداريه الجديده، لو رحنا كده بصينا على مدينه العلمين المبهره اللي كل سنه الناس لما بيروحوا بقى المصايف ويعدوا على مدينه العلمين يعني كل سنه بيشوفوا التقدم الكبير اللي بيحصل هناك، واحنا مستمرين في العمل في كل المجالات على التوازي. بنصبح على كل ايد شقيانه وتعبانه علشان البلد تبقى احسن، وصباح الخير يا مصر.